دونك بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مرة أخرى. دونك دائما في إطار مواصلة شرح مفهوم المتجهة، دونك توقفنا في الحصة الماضية في إنشاء بعض متوازيات الأضلاع. دونك دائما انطلاقا من الضلع أبي، دونك الحصة الماضية قمنا بإنشاء هذه الأشكال اللي كتلاحظوا هنايا، دونك إنشاء مجموعة من متوازيات الأضلاع، بحيث هذه متوازيات الأضلاع تشترك في الضلع أبي. دونك جميع هذه المتوازيات الأضلاع اللي كتلاحظوا هنا هي عبارة عن متوازيات أضلاع انطلاقا من الضلع أبي، تم إنشاؤها انطلاقا من الضلع أبي. دونك ماذا نلاحظ في هذا الشكل؟ نلاحظ أن هناك مجموعة من المستقيمات المتوازية، دونك ليست ملاحظة فقط وإنما يمكن البرهنة على ذلك. دونك كيف نقوم بهذا الأمر؟ دونك غادي ناخذ مثال، سنبين أن المستقيم أبي والمستقيم CD اللي كتلاحظوا هنايا، مستقيم CD وكذلك المستقيم مثلا EF هي مستقيمات متوازية. نقدروا نبينوا هذا الأمر. هذا أعيد، المستقيم أبي يوازي المستقيم CD يوازي المستقيم EF. دونك بكل بساطة المستقيم أبي والمستقيم CD متوازيان لأن الرباعي أبي دي سي متوازي الأضلاع، وكنعرفوا بلي ان المتوازي الاضلاع حسب التعريف هو رباعي كل ضلعين متقابلان فيه متوازيان. دونك الضلع ابي والضلع سي دي متوازيان، كذلك في الرباعي الثاني اللي هو ابي اف او المتوازي الاضلاع اللي باللون الازرق، هذا الرباعي هذا اللي باللون الازرق، ماذا لدينا؟ لدينا الضلع ابي والضلع اف متقابلان، اذا فهما متوازيان. دونك كنعرفوا بلي الخاصيه ديال التوازي اذا كان مستقيمان متوازيان، دونك ابي مثلا والسي دي، فان كل موازي لاحدهما يكون موازيا للاخر. دونك ابي والسي دي متوازيان، وعندنا الضلع او اف ولا المستقيم او اف كيوازي واحد فيهم، يعني كيوازي ابي، وبالتالي فانه سيوازي الاخر. اذا كان مستقيمان متوازيان فان كل موازي لاحدهما يكون موازيا للاخر. دونك سي دو دوات سون باراليل alors toutes parallèles à l'une et les parallèles à l'autre. Donc على غرار ذلك يمكننا البرهنة على أن جميع هذه المستقيمات المتواجدة هنا اللي كتلاحظوا راني رسمها بخطوط متقطعة فهي مستقيمات متوازية فيما بينها، وبالتالي نقول إن لدينا مجموعة من المستقيمات المتوازية فيما بينها. دونك غادي ندير واحد لا ديفينيسيون. دونك قلنا ان اونسومبل دو دوات كي سون باراليل اونتري إل، مجموعة من المستقيمات المتوازية فيما بينها. دونك هذه المجموعة غادي نعطيوها واحد الاسم، غاديش نكتبو سيت ان انسومبل دو دوات كي سون باراليل ا بي، دونك هذه جملة شوية اللي طويلة، غادي نعطيوها الاسم، والاسم هو لا ديريكسيون ا بي، دونك بالعربية كنقولو الاتجاه ا بي. اتجاه ا بي دونك نقدروا نكتبو هنايا الاتجاه اتجاه AB. دونك الاتجاه AB المقصود به هو سيت ان انسومبل دو دوات، دونك مجموعة من المستقيمات، وهذه المستقيمات ماشي اي مستقيمات كيف ما كانت، هي مستقيمات موازية للمستقيم AB. دونك عندما نقول ان مستقيمان لهما نفس الاتجاه، دونك لوسكون دي كو دو دوات باغ اكزومبل دي اي دلتا اون لا ميم ديريكسيون، هذا كيعني ان المستقيم دي والمستقيم دلتا متوازيان. دونك هذا مفهوم بالنسبة لنا مفهوم جديد في السلك الإعدادي. دونك عندنا واحد ليكيفالونس، واحد التكافؤ، واحد نفس المعنى. دونك جملتان، جملتان رياضيتان تعنيان نفس الشيء. دونك ملي غادي نقولو دي اي دلتا اون لا ميم ديريكسيون، ولا غادي نقولو دي اي دلتا سون باراليل، هذا كيعني بلي ان الجملتان بحال بحال. نقدروا نفهموا الى قلنا دي اي دلتا اون لا ميم ديريكسيون، نفهموا منها بلي ان دي باراليل دلتا، ولا قلنا دي باراليل دلتا نفهموا منها بلي ان دي اي دلتا اون لا ميم ديريكسيون.